هاي بنات، ده الجزء الثاني من اتباع لايف ستايل، حياة صحية منظمة. اتكلمنا الفترة المرة اللي فاتت عن اتباع لايف ستايل صحي من الاكل، وطبعا الاكل دي حاجة مهمة جدا لان انت جسمك بيتكون من الاكل اللي انت بتاكليه. واتكلمنا عن الصحة والاكل والرياضة. حلقة النهاردة هنتكلم عن اتباع لايف ستايل صحي خاص بالعقل بالروح والنفس. اول حاجه بالنسبه لعقلي، ازاي اخليه عقلي يعيش لايف ستايل صحي؟ اهم حاجه الكتابه مهمه، والقرايه. يعني اول ما بتصحي من النوم دايما بقول لكم جيبوا اي كراسه كده بنات، اي كراسه، اقعدوا اكتبوا كل يوم الصبح احلامكم وطموحاتكم، ايه اللي انتوا حاسينه. انا عندي ده متقسم بكتب فيه كل حاجه، يعني ده كشكول السنه كله، بكتب فيه كل احاسيسي مقسماه اجزاء، بكتب فيه مشاعري واحلامي واهدافي وايه اللي حاسه النهارده وايه اللي مزعلني وايه اللي بسطني. واهم حاجه تعملوه اللي هو الشكر، الجراتيتيود، ده مهم جدا لان انتوا لما بتعملوه ده بتحسوا ان ده الكون بيديكوا الطاقه الايجابيه بتيجي ناحيتكوا، والشكر بيجيب لكم طاقه، بتحسوا بالرضا، بتحسوا بالسعاده الداخليه، وده بيساعدكوا ان انتوا تجذبوا كل حاجه حلوه حواليكوا. ده بالنسبه للكتابه. القرايه مهمه جدا، جيب الكتب اللي انت بتحبي تقريها وتستمتعي بيها، الكتب اللي بترفع من روحك المعنوية وتعززك وتحسسك ان انت مبسوطة، زي ما كده ما بتصحي الصبح وتشربي فنجان قهوة وبيبسطك، ان انت تمسكي كتاب حلو وتقريه ويبسطك ويضيف لك معلومات، دي حاجة في ذات نفس في حد ذاتها قيمة جدا. ازاي ارفع من روحي المعنوية واعيش، اخلي روحي المعنوية تعيش لايف ستايل صحي؟ حابة اقول لكم ان الروح او النفس يعني دي اكتر حاجة مسيطرة عليكي، فلازم تتعاملي مع نفسك وروحك كأنها كده بيبي صغنن، بتدلعيه شوية، بتقسي عليه شوية، بتعلميها الصح وتعلميها ايه الغلط وهكذا. لازم تشتغلي على نفسك وتفهمي نفسك، زي ما قلنا الكتابة بتطلع كل الحاجات المخزونة جواكي، بس لازم من وقت للتاني تدلعي نفسك، تسمحي لها كده ان هي تتفسح، تسافر، تحقق حاجة كانت نفسها فيه. طبعا دي يعني بيبقى بمجهود انت بتبقي عاملاه وبذلاه، يعني انت مثلا اشتغلتي الشهر ده كويس جدا، كافئي نفسك بحاجه. لازم من فتره للتانيه كده لازم ندلع نفسنا ونكافئ نفسنا ونشتري لنفسنا حاجه كانت نفسنا فعلا نشتريها، مش اللي هو الشوبينج عمال على بطال، لا، فعلا حاجه قيمه تضيف لك وتحس ان انت تعبتي عشان تجيبي الحاجه دي. ان شاء الله حتى ساعه، ان شاء الله حتى شنطه، ان شاء الله حتى نظاره، بس كل ما بتشوفي الحاجه دي بتفتكري انا جبت الحاجه دي عشان انا عملت حاجه بسطتني، سوري، انا عملت حاجه جميله لنفسي فكافئت نفسي وجبت الحاجه دي ليا. ازاي اعزز نفسي؟ ازاي ارفع من روحي المعنويه؟ خلي دايما زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على الحياه واللايف ستايل الصحي، الاكل الصحي ده بيساعدك ويدي سبورت لروحك المعنويه. لما بتاكلي اكله كده صحيه بتحسي ان انت عملتي لجسمك حاجه حلوه، فده بيرفع من روحك المعنويه. لما بتقري كتاب وتاخدي منه معلومات ده بيحسسك ان انت عملتي، قدمتي لمخك حاجه حلوه، فده بيرفع من روحك المعنويه. لما بتروحي الجيم وتلعبي رياضه تلتزمي بالجدول بتاع الرياضة بتاعك حتى لو 10 دقايق كل يوم، ده بيحسسك ان انت عملتي حاجة لجسمك، فده بيرفع من روحك المعنوية. الشوكولاتة بترفع من روحنا المعنوية، بس لو كناها كتير بتحسي ان انت روحك المعنوية وقعت، او حسيتي ان انت لا مش ملتزمة. فخلي دايما في معيار كده ما نتخطهوش او ما نعلاش عنه، يعني خلينا كده من وقت للتاني نجيب الشوكولاتة اللي احنا بنحبها، حاجة كده نفسنا فيها، بس دي من وقت للتاني. ما تخليش متعتك في الحياة هي الاكل، متعتك في الحياة هي النجاح، هي ان انت تبقي مبسوطة، ان انت تبقي بصحة وسعادة. شوفي انت بتحبي تعملي ايه، يعني انا مثلا من الاشخاص اللي بحب ارسم والون، انا بس اشوف الالوان بتديني بهجة، فعاملة كده سكيدول على الاقل مرة او مرتين، لان انا جدولي مزدحم جدا، فعاملة على الاقل مرة في الاسبوع لازم اجيب الالوان واقعد الون واطلع. دي بتحس كده بتطلع زي نظام الكتابة بالظبط، لا التلوين او اي حاجة انت بتحبيها، لو بتحبي حتى الموسيقى، لو بتحبي حتى تروحي تقعدي على الكافيه مع صاحبتك وتقعدي ترغي وتقولي في ودنها كلام كتير، اعملي ده، بس خليه وقت مقنن، ما تخلوش يفتح معاكي، لان احنا قلنا الوقت قيم، لازم نلتزم بالجدول بتاعنا والروتين اللي احنا متابعينه عشان نحقق احلامنا.
فاكتبي، جيبي ورقه وقلم، اكتبي كل حاجه نفسك تحققيها، اكتبي الحاجات اللي انت بتحبيها. ان شاء الله حتى تروحي سفريه مع اصحابك مكان ما، بس انت مثلا معكيش فلوس او انت حابه تعتمدي على نفسك وتطلعي السفريه، تروحي تركيا، تروحي يوروب، تروحي اي حته في اوروبا، في امريكا، او خلينا في البلاد القريبه منك لو انت البودجت بتاعتك بسيطه. طبعا انصح لك تركيا لان الاسعار حلوه جدا، او انا لسه جاي من اندونيسيا فالاسعار حلوه قوي جدا، بالي وبود والكلام ده، هتعيشي لايف ستايل حلو، ودي في حد ذاتها تجربه حلوه ان انت من فتره للتانيه لازم تعملي مغامره. المغامره دي بتحسسك ان انت قد حالك. اي نعم بتبقي خايفه متوتره ومش عايزه اسافر لوحدي وخايفه اسافر لوحدي، طب لو حصل، لو ما حصلش، وي 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 وي، خدي التجربه يعني مش هتموتي. اعملي كل فترة مغامرة عشان لما بتتحقق وتمشي على صح، وبعد ما بتخلصي المغامرة دي بترجعي لحياتك الطبيعية بتقولي واو انا كنت قدها، انا حققت اللي انا كنت عايزة اعمله، كانت احلى مغامرة في حياتي. احنا متابعين ناس كتير جدا في السفر بيروحوا وبيجوا يعني، وفي بنات كتير جدا سولو ترافلر، فهم مش احسن منك، هم بس عندهم شويه شجاعه جراءه ان هم ياخدوا الخطوه. انت كمان لازم تنبي في جواكي حته المخاطره والجراءه والقوه اللي انت تعملي حاجات جديده، اكسري حاله العادات والتقاليد وي 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 وي، وغلط وصح ومش عارف ايه. انت ماشيه على طريقك، انت ماشيه على نظامك، انت ما بتعمليش حاجه غلط، انت بتعملي اللي انت شايفاه صح، وانت بتعملي اللي انت شايفاه بيناسبك ويساعدك ان هو يبسطك ويفرفشك ويحقق لك احلامك. مالكيش دعوه بكلام اللي حواليكي، مالكيش دعوه، ما تخليش الناس تاخدك لتحت، خدي نفسك بنفسك واطلعي بيها فوق، حققي كل حاجه نفسك تحققها. تخيلي معايا كده لو انت نفسك تسافري وتروحي مكان بس خايفه، الخوف ده اخرته ايه؟ مش هتعملي حاجه. لكن لما تعمليها وتخاطري، انا مش بقول المخاطره اللي هي الجنون ان انت يعني تبوظي كل لا، المخاطره المتعقده، لازم تبقي مظبطه نفسك، شغاله كويس، معاكي فلوس حلوه كده، مخبيه شويه فلوس شمال ويمين عشان لو حصل اي حاجه. طبعا تبقي دارسه رحلتك كويس جدا، وده بيبقى مجهود كبير جدا، بس الرحله اللي انت طالعاها تستاهل، لان اي رحله في الحياه، سفر في الحياه متعب، السفر متعب جدا يا جماعه، والترحال من مكان لمكان متعب جدا، بس بتستغني عن التعب ده او ما بتحسيش بالتعب ده في مقابل المتعه والسعاده. كمان ان انت تسافري لوحدك يعني ده بيساعدك ان انت تتعرفي على ناس جديده، دماغها جديده، ادمغه جديده، بتشوفي بنات شبهك بتسافر وبتلف العالم. يعني انا لما كنت في ماليزيا اتقابلت مع بنت مصريه جميله جدا بتلف العالم، هي شغاله اونلاين وبتتسافر كل فتره كده، تاخد لها 3 شهور تختفي تروح اماكن جديده، بتروح حاجات يعني مش اماكن غاليه، بتروح الهند، بتروح اندونيسيا، بتروح راحت ماليزيا، بس قالت لي ماليزيا غاليه عليها فسابتها بسرعه. فدايما كده اعملي يعني خطه زي ما انت بتخططي لمستقبلك، واتكلمنا عن الحاجات دي في الفيديوهات اللي فاتت في سلسله دردشه بنات، وانصحكم تتفرجوا على فيديوهات دردشه بنات كلها، هتفيدكم في جميع انشطه حياتكم ومجالات حياتكم وصحتكم ونفسكم وكل حاجه. فانصحكم ان انتوا تتفرجوا على الفيديوهات. فالبنوته دي بتقولي ان هي بتدرس كويس جدا قبل ما تطلع كل رحله. انا مثلا بالنسبه لي لاول ما ابتديت اسافر بدات اسافر جوه بلدي عشان ده حسسني بالامان اكتر، بس برضو كانت بالنسبه لي مش مرتاحه. فلازم تتعدي حد الراحه ده، لازم تطلعي من الكومفورت زون بتاعتك، لان ده اللي بيخليكي تستكشفي وتتعلمي حاجات جديده، وفي حد ذاتها بتوصل لك متعه لنفسك. حابه انصحك برضو اقول لك دايما اختاري الناس اللي حواليكي، عشان كده لما بقول لك لما بتسافري بتقابلي مايند سيت مختلفه، عقلك بيقابل ناس كتير، ثقافات مختلفه، تجارب بتتعلمي من ناس، تجارب بتشوفي ناس مغامره، فانتي مغامرة اكتر منك شوية، فانتي بتغامري شوية بشوية، مش عايزين التهور يعني، واحدة واحدة نمشي كده تاتا تاتا لغاية ما ايه نعمل كل اللي كل نفسنا فيه. فدايما حاطي نفسك بالناس الايجابية، اي حد يجيب نفسيتك ارض اقطعيه بره حياتك، مش عايزين قرف، خلاص مش مستاهلة، يطلعوا بره، سواء حبيب، سواء عم، سواء صاحبة، سواء قريب، مش عايزين الناس دي في حياتنا. انتي كفاية، انتي كفاية تحققي لنفسك كل حاجة انتي نفسك فيها، ده يحقق لك كل حاجة.
جسمك وصحتك يساعدك ان انت تحققي كل حاجه. عشان كده اشتغلي على عقلك وجسمك ونفسك وكل حاجه تملكيها. اعرفي ان كل انسان بيتولد بطاقه خارقه، بس لازم تشتغلي على نفسك كويس جدا عشان تقدري تستكشفي الطاقه دي فين وازاي تقدري تطلعيها واحده واحده لغايه ما تساعدك تحققي كل احلامك. فدايما حاوطي نفسك بالناس الايجابيه، اختاري كده دعبسي دوري من الشخص الناجح، من الشخص اللي بيسافر، زي ما انت بتعملي فولو على الانستجرام للناس اللي انت بتأملي تبقي زيهم. انت ليه ما تبقيش زيهم؟ هما مش احسن منك، هما خدوا خطوات وتعبوا واشتغلوا، انت كمان تقدري تحققي ده. مفيش حد احسن منك، مفيش حد اتولد بحاجات انت مش عندك، حتى لو هما اغنى منك انت تقدري تجيبي فلوس بعقلك. دايما اشتغلي على نفسك، ودي دايما بقولها في كل فيديوهاتي، اشتغلي على نفسك، نمي مواهبك، نمي قدراتك، استكشفي نفسك، استكشفي حاجات مستخبيه جوه الجسم ده. جسمنا ده يا جماعه يعني معجزه، استغليه على امثل وجه لغايه ما ايه روحنا تطلع لفوق. فاستغلي قدراتك، استمتعي بحياتك تو ذا ماكس، استمتعي بحياتك ولفي وتفسحي وتعرفي على ناس، اتحكي اتحكي من قلبك، انبسطي، حبي اي حد تكرهيه، ابعديه عن الدايره بتاعتك، اي حد يضايقك اعملي له اجنور على طول، ولا يعني ولا كانك شايفاه. تمام، خليكم كده اذكياء، بتعرفوا تبقوا تتعاملوا في كل مواقف، ازاي تتعاملوا مع كل الناس، اي حد يضايقك ويزهقكم مش عايزينه بره. انصحك دايما تعملي مانيفستيشن، تقعدي كل يوم الصبح كده تغمضي عينيكي تسمعي كلام ايجابي تردديه على نفسك عشان يرفع من روحك المعنويه. الافيرميشن والمانيفستيشن دي حاجات مهمه جدا لروحك ونفسك، فرقت معايا جدا حته ان انت كل يوم الصبح تقعدي كده تسمعي كلام بيديكي. لان احنا في مجتمع دلوقتي يعني السوشيال ميديا معقدانا في حياتنا، كل حاجه اسرع مما احنا متخيلين، كل ما بنحاول نلحق حاجه مش بنلحق السراب. فخلاص احنا مش عايزين حاجه، مش عايزين نمسك حاجه، احنا كفايه، احنا قادرين نحقق اللي احنا عايزينه، واحنا كافيين نفسنا بنفسنا، واحنا مبسوطين باللي احنا فيه. بس مش كفايه، لا، لازم نزق نفسنا شويه وشويه شويه عشان نحقق ونكبر فيه على قد ما احنا يعني ما نقدر، وسيكه كده قدام. زي ما بتحاوطي نفسك بالناس الايجابيه، اقطعي السوشيال ميديا اللي تجيب لك تدهور نفسي وتوتر عصبي وتجيب لك اكتئاب. السوشيال ميديا يا جماعه يعني معظم الناس عندها اكتئاب بسبب الحياه الفانتازي اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا، والحياه الايجابيه كل واحد بيبين لكم الجانب البرفكت منه، بس دي مش حقيقه، وانتم عارفين ان ده مش حقيقه، بس بينطبع على مخكم وياثر على مخكم وياثر على نفسيتكم. السوشيال ميديا انا 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 اثرت على نفسي واعترف، فبدات اخصص لها وقت معين على مدار اليوم بس لشغلي. يعني في اوقات كده انا بفتح الانستجرام فيه عشان بس اخد شويه تغذيه بصريه، اتعلم كام فكره واطبقهم على نفسي. اي نعم هو بيدي موتيفيشن، بس برضو على الجانب الاخر ليه تاثير سلبي جدا على نفسيتنا. فحاولي تقللي السوشيال ميديا على قد ما تقدري، وزودي الكتب على قد ما تقدري. تعملي ايه كمان عشان ترفعي من نفس روحك المعنويه وتبسطي نفسك؟ لازم تحبي نفسك وتشتغلي على نفسك وتحققي نفسك، يبقى عندك هدف كل يوم تسعي له عشان تحققيه، وتفكري ان انا لازم ابقى 1% احسن من امبارح. حاجه صغننه بس هتفرق معاكي كتير جدا وهترفع من روحك المعنويه. اعرفي وكلنا عارفين ان السعاده قرار بيبتدي منك انت بس وقت ما بتحبي تكوني سعيده. ما تعلقيش سعادتك وفرحتك وطموحاتك على شخص او عيله، انت اللي هتحققي لنفسك كل حاجه عايزه تحققيها. ابداي من نفسك، قوي نفسك، ارفعي من نفسك، علي من نفسك. نفسك 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 نفسك، وبعد كده اي حد يجي في المرتبه الثانيه. متستنيش فارس الاحلام عشان يصفرك ويعيشك حياتك ويلبسك الفستان الابيض ويجيب لك العفش والشقه والكلام ده. لو تقدري تعملي الحاجات دي لنفسك ابداي اعمليها من دلوقتي. مش لازم يعني تلبسي فستان ابيض، يعني مش قصدي، بس ما تستنيش مثلا فارس الاحلام ان هو يصفرك ويوديكي مكان نفسك فيه. لو انت نفسك تروحي مكان، ابداي من دلوقتي اشتغلي لتحقيق الحلم ده او ان انت تسافري. بطلوا تتمنوا، بطلوا تسمعوا وتقعدوا عاملين كده، ابداوا اشتغلوا على نفسكم. زي ما بقول في كل فيديو، جيبي ورقة وقلم، اعرف ان اي حاجة بتكتبيها على الورقة والقلم، اي حاجة مخك بيفكر فيها وتتكتب وعينك بتشوفها تقدري تحققيها. قسمي حياتك لمراحل، قسمي يومك لمراحل،
زي ما حياتنا بتتقسم لمراحل، فترة المراهقة وفترة النضوج وفترة العقلانية وفترة البلوغ وفترة وفترة وفترة. تقسمي حياتك على مدار اليوم، الصبح تعملي كذا، فترة الظهر تعملي كذا، فترة العصر تعملي كذا، أول فترة المساء تعملي كذا، بالليل تعملي كذا. تخصصي لنفسك من 7 لـ 8 ساعات نوم كل يوم، دي حاجة ضرورية، دي ما فيهاش جدال. أي حاجة تجيبلك طاقة سلبية شوفي حد صديق انتي بتحبيه بترتاحي معاه اتكلمي معاه طلعي كل الطاقة دي. وبما ان انا مثلا ما عنديش اصدقاء مقربين اقدر احكي لهم، لان صديقتي الوحيدة اللي كنت بحب احكي لها هي توفت، فالله يرحمها يعني، فبدأت أطلع طاقتي كلها في الرياضة، وإن أرسم، ألون، أنزل أتمشى. أي طاقة سلبية جوايا ما بحبش أخدها معايا لتاني يوم، يعني قبل ما أبتدي، قبل ما أنام أحاول أطلع الطاقة دي على قد ما أقدر برا جسمي، لأن دي بتغير كمية الجسم ودي بتأثر عليك ودي هي اللي بتجيب الأمراض والسرطانات. فحاولي أي حاجة تضايقك وتنشنك حاولي تطلعيها على قد ما تقدر بسرعة. هتاخد وقت شوية على ما تطلع أوكي، عاملي مع روحك كده إن هي حاجة كده يعني وردة لطيفة صغننة بسكوتة ممكن تتكسر، تعاملي مع روحك بشكل بسيط كده، أنا عايزة قبل ما أنام أطلع الطاقة السلبية دي. افتحي موسيقى، اتفرجي على موفي كوميدي، بلاش الحاجات الدراما والهورر موفيز والكلام ده قبل ما ننام. دايما نضحك، نتفرج على حاجة بسيطة تريحنا وترخينا قبل ما ننام. خدي شاور دافي، حط السي سولت في البانيو ونامي شوية، اتفرجي على حطي كاندلز شموع معطرة قبل ما تنامي، اقري كتاب خفيف. لازم قبل ما تنامي تطلعي الطاقة دي بأي شكل. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ولو فعلا فاتكم ياريت تشيروه ما بين اصحابكم، ولو حابين تكلموا معايا كل وان تو وان اتكلم معاكم وحط لكم نظام لايف ستايل صحي منظم واساعدكم في تحقيق احلامكم، هتلاقوا سايب لكم لينك على الانستجرام تقدروا تحجزوا معايا سيشن. واتمنى ان انتوا تعملوا لي فولو على الانستجرام، لاني دايما بنزل ستوريهات عن حياتي الصحيه المنظمه، وانا اكيد ان ده هيديكم طاقه ايجابيه ويساعدكم ان انتوا تتنشطوا وتحققوا حاجه في كل يوم او هدف لكل يوم. ولو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليها، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.